أهلا بكم من جديد. ما زالت التعديلات الدستورية هي القضية الأولى بالوسط السياسي المصري، وحولها تدور مؤخرا تطورات عدة. حزب العيش والحرية أعلن اليوم القبض على أعضائه محمد الشريف وزياد أبو الفضل، وذلك بالتزامن مع تجديد حبس أعضاء حزب الدستور الأربعة. وبالتزامن أيضا ما زال عدد المقبوض عليهم من الشباب على خلفية في مظاهرات يوم الجمعة الماضي يتزايد، متجاوزا 60 شابا وفتاة على الأقل، بينما زال مجلس النواب يناقش التعديلات المقترحة دون أن تعلن اللجنة المختصة رسميا تلقيها أي مقترحات. دعونا نشاهد المزيد في هذا التقرير. على خلفية الاحتجاجات المتزايدة إثر حادث قطار محطة رمسيس، قامت قوات الأمن خلال الأيام الماضية بالقبض على نحو 60 شخصا، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 9 من بين المقبوض عليهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، في حين لم يستدل على مصير نحو 50 شخصا آخرين بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ومن بين قائمة المقبوض عليهم العابرة جنسيا ملك الكاشف، والتي تم إلقاء القبض عليها ضمن مجموعة من الشباب في أعقاب مظاهرة. وطالب عدد من حقوقيين بعدم احتجاز الكاشف في سجن الرجال خشية تعرضها للتحرش أو الاعتداء الجنسي، وذلك في ضوء فشلها في تغيير نوع الجنس في بطاقة الرقم القومي الخاصة بها من ذكر إلى أنثى بسبب التعقيدات القانونية. ووجهت النيابة للمتهمين تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر شائعات ومعلومات كاذبة. أنا دلوقتي في ميدان التحرير. وفي ذات السياق قررت النيابة ضم أحمد محي للقضية وحبسه 15 يوما، وهو أول من تظاهر وحيدا في ميدان التحرير احتجاجا على حادثة قطار رمسيس. المشهد المصري لا تقف سخونته عند حرارة انفجار القطار وما تبعها من أحداث، ولكن تمتد إلى جدل التعديلات الدستورية المقترحة والتي وافق عليها أغلبية أعضاء مجلس النواب في جلسة التصويت العامة. وفي حين لم يعلن رسميا عن تلقي اللجنة التشريعية في المجلس أي اقتراحات من النواب على المواد المطروحة للتعديل، قالت أنباء صحفية إن نوابا اقترحوا تعديلات طفيفة كزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى دون المساس بالمادة الأبرز والتي تتيح استمرار الرئيس السيسي حتى عام 2034. وفي ظل اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات، لم تتضح بعد طبيعة الضمانات التي ستوفرها الدولة لضمان الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية في أجواء تغيب عنها المراقبة من جانب المنظمات الحقوقية المستقلة والأحزاب المعارضة التي يقبع معظم رموزها داخل السجون المصرية. أناقش هذا الملف مع ضيفي من القاهرة وعبر الهاتف. ينضم إلينا الأستاذ وليد العماري المتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور، ومن الدوحة أرحب بالأستاذ عبد البرماوي الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أبتدي معك أستاذ وليد العماري، يعني حضرتك المزيد من الشباب يلقى القبض عليهم ينتمون إلى الأحزاب حزب الدستور العيش والحرية وغيرها من الأحزاب المعارضة، هل اليوم مع هذه القبضيات المتزايدة بإمكان هذه الأحزاب العمل على ربما تقديم مقترحات مختلفة ورفضها لهذه التعديلات الدستورية، أم أنتم مستهلكون بالجري وراء الشباب والشابات الذين يتم اعتقالهم؟ مساء الخير يا فندم. اول حاجه بس يعني حضرتك برضو ذكرت في الاول، بس في اول سؤال حضرتك، ان تزايد الاعتقالات ما بين صفوف الشباب في الاحزاب وخارج الاحزاب. الاسبوع اللي فات اتكلمنا مع حضراتكم برضو، كنا قلنا ان في اربعه من زمايلنا في حزب الدستور، الاستاذ احمد بسام والاستاذ رمضان ابو زيد والاستاذ جمال فاطل والاستاذ هلال المصري، تم القاء القبض عليهم. تمام. فظهر استاذ رمضان ابو زيد بعد اسبوع من اختفائه، ظهر على ذمه قضيه جديده في نيابه امن الدوله، وبعدها ظهر استاذ هلال المصري. اول امبارح تم القبض على زياد ابو الفضل عضو حزب العيش والحريه. نعم. الان هو مختفي وما ظهرش في اي نيابه من النيابات.
في برضه عضو تاني في حزب العيش الحريه تقريبا كان يعني بيحاول يدور على زميله زياده بفضل في النيابه ثاني يوم في النيابه في اسكندريه، تم القاء القبض عليه من قلب المحكمه. نعم. فالوضع بيزداد سوء، الوضع بيبقى اكثر صعوبه، بيصعبوا الحركه على الاحزاب، في تهديد لامن اعضاء الاحزاب اللي هي الرسميه والشرعيه وحتى اللي تحت التاسيس. مفيش فرصه ان انت تعارض بدون عواقب. لكن ده ما يمنعش ان حزب الدستور مش هيبطل يقوم بدوره المعتاد، وهو ان هو يعبر عن الشعب المصري. الو الدستوريه. ايوه مع حضرتك. اتفضل كمل سامعك. تمام. حزب الدستور لسه مستمر برضه بيأدي دوره في ان هو بيوصل صوت المعارض، بيوصل صوت الشعب، في ان هو لسه في ناس تقدر تقول لا حتى لو في تضييقات امنيه او خلافات. أشكرك جزيل الشكر أستاذ وليد العماري المتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور، كنت معنا من القاهرة. أجدد الترحيب بحضرتك أستاذ عبدو. يعني هذا وضع الأحزاب، دعنا ننطلق في نقاشنا من هؤلاء الشباب الذين لا ينتمون إلى أحزاب. اللوائح تقول بأنه أكبرهم يعني لا يتجاوز عمره 21 سنة، ده حتى ما فيش قدامي في اللائحة يا أستاذ يعني أي شاب وصل للعشرين سنة. هؤلاء لا ينتمون إلى أي أحزاب، لم ينظمهم أحد، لم يدعهم أحد إلى النزول إلى الشارع. أود أن أبحث دلالة هذا الأمر معك من ناحية أنه ما هي أو هل هذا هو ما يسميه، ما نستطيع أن نسميه تجيل الثورة، وهل الأحزاب المصرية قادرة على الوصول إلى هؤلاء الشباب؟ الحقيقة أنه صعب جدا نعتبرهم جيل الثورة، لأنه لما قامت ثورة يناير في 25 يناير 2011 كان اللي حضرتك بتكلمي عنه الذي يبلغ من العمر 20 سنة كان يا إما في أولى إعدادي أو في ستة ابتدائي، يعني كانوا أطفال. أعتقد أن وعيهم لم يكن ليستوعب الثورة، ودي مفارقة يعني لازم تنبهنا للأمر. ديموغرافيا الغضب عمالة تتسع ولم تنتهي، لأن الأسباب اللي خلقت الغضب لازالت مستمرة، وطالما أن هذه الأسباب مستمرة سينتج غاضبون جدد. هذا أمر يعني مضمون دائما في المجتمعات اللي بتعيش أزمات من هذا النوع اللي بتعيشه مصر. والحقيقة أنه حتى في أحد التقارير اللي قريتها يعني سئل أحد هؤلاء الأطفال من أطفال يناير، يعني سئلوا ما رأيك في ثورة يناير؟ وكيل النيابة وهذا المحقق كان بيسأله، فأجاب لا أعرف عنها شيء، أنا كنت طفل لما قامت. إذن إحنا قدام ديموغرافيا جديدة للغضب، إحنا قدام أسباب لازالت مستمرة للغضب، مأزق سياسي واجتماعي واقتصادي متفاقم وينتج أثر هؤلاء الشباب هذه الأجيال. التأطير أن وضعهم بإطار حزبي أو منظماتي، يعني هل عملية تأطيرهم تخدم هذا الجيل برأيك من خلال الأحزاب الموجودة، أم ربما هكذا أفضل لهم ربما ولأي تحرك مستقبلي؟ حضرتك سمعتي الأستاذ من حزب الدستور، يعني يبدو أن العمل الحزبي أصبح مجرما، يعني مجرد أي تحرك حزبي من أي نوع هو عمل مجرم، لدرجة أن جميع الأحزاب القائمة وجميع الذين اعترضوا على التعديلات الدستورية يعني كان عملهم فين؟ كان على فيسبوك وعلى تويتر، بيانات صدرت فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، وكأن هذه هي الأحزاب الحقيقية، وكأن هذه هي الساحة الوحيدة المتروكة للممارسة السياسية، في حين أنه يعني أدوات الأحزاب اللي نعرفها واللي بنقولها للناس لما نيجي نتكلم عن العمل الحزبي، الندوات، النقاشات العامة، حتى الحق في التظاهر، كل هذا ممنوع ومجرم ونتيجته غير مأمونة، لأنه سيحيل إلى يمكن اتقال في التقرير إلى الانتماء لجماعة إرهابية أو معاونة جماعة إرهابية في إنجاز أهدافها. يعني أنت بتحيل كل العمل الحزبي إذن إلى حالة إرهاب. أي معارضة للتعديلات الدستورية بأي صيغة معارضة سلمية هي عمل إرهابي. أنا أخشى أن هم اللي هيصوتوا في الاستفتاء بلا
قد يتهموا بشيء من هذا القبيل. يعني الأمر أصبح مزحة ثقيلة جدا الحقيقة، وإنه يعني لا يمكن التفاعل معها بأي قدر من العقلانية. فمن ثم هؤلاء الغاضبون الجدد أصبحوا يبحثون عن مساحات للتعبير، ومعظم هذه المساحات لا تتعلق بشأن سياسي مباشر، يعني لا بعمل حزبي ولا بانتخابي، ولا حتى كثير من اللي قبض عليهم ما كانوش معترضين ولا على التعديلات الدستورية ولا شيء. ده غاضبين زي ما حضرتكم قلتم في تقريركم من حادث للإهمال الجسيم أودى بحياة حوالي 25 إلى 30 شخص. وهذه الأعمال فهل هذا صحيح؟ هل يحق للناس الغضب؟ يعني بعض المقبوض عليهم قبض عليهم من المشهد العظيم بتاع التبرع بالدم. هل النظام المصري اليوم يجب أن يخشى بالفعل من هؤلاء الأطفال الأعمار أمامي ما بين 16 و19 من العمر؟ هل يجب أن يقلق النظام الحالي اليوم في مصر من هؤلاء الفتية والفتيات؟ يمكن أنا في رأيي أنه مش هم دول غاضبين الوحيدين. يعني الحقيقة أنه هو يبدو أنه هم بس الأكثر جرأة، واللي يعني شبابهم وطاقتهم وحتى يمكن نقول بعض الرومانسية عندهم هي اللي دفعتهم للخروج ومواجهة هذا الأمر. وده بيذكرنا برضو بيناير. لكن الغاضبين قطاعات عريضة جدا من المجتمع، يعني من يعني لو بعدنا عن السياسة وتكلمنا من لحظة تعويم الجنيه قبل حوالي 3 سنين، يعني الناس اللي هبطت إلى مستوى الفقر والفقر المدقع في مصر ملايين. يعني هناك تقارير تتحدث عن يعني أنماط غذائية يعني تودي بحياة الناس. إن هناك ناس خلاص أصبحوا وصلوا لما يسمى بعدم جدوى العمل، إنه ما نتحصل عليه من العمل لا يقيم أودي الإنسان ولا يعطيه حتى مواصلات ووجبة غذاء تسمح له أنه يعمل، تسمح له بطاقة العمل. يعني إذا كان الأمر كذلك فالمأزق أبعد من مجرد الشباب، لكن الشباب دايما هم يعني البعبع النظام في الحقيقة. يعني وده من تراث يناير، يعني عندما خرج قطاع الأعرض في المظاهرات كان من الشباب. هذه الفئة هي كمان الفئة العريضة في المجتمع المصري. صحيح. يعني اللي بيقرأ الديموغرافيا المصرية التركيبة السكانية لهم شباب، يعني مجتمع شاب بغالبه. صحيح. هناك حالة لابد أن نتوقف عندها بالتفصيل، حالة الفتاة العابرة جنسيا ملك الكاشف التي تم إلقاء القبض عليها. هل في الدستور المصري ما يحفظ حقها كعابرة جنسيا على الأقل بمعاملتها بما يليق بها كسيدة متحولة أو عابرة جنسيا؟ حسب الأخبار أنه ملك الآن وضعت في التخشيبة، تخشيبة الذكور، وهذا سيجر عليها الكثير ربما من التبعات. ربنا عينها يعني. لكن خلينا نقول أنه القوانين الإطار الدستوري والتشريع المصري مش معزز لوجود مجتمع الميم بالكامل، وبالتالي هي في مأزق كبير. أعتقد أنه يعني يجب إنسانيا بعيدا عن حتى هذه النوعية من الحقوق، إنسانيا النظر في حالتها، خصوصا وأن هي حسب ما قرأت يعني قبل الحلقة هي تعرضت لضغوط نفسية كبيرة خلال السنوات الماضية للبحث عن حقها يعني في التحول الجنسي. والحقيقة أنه أي نوع من هذا الضغوط هو يخرج عن حتى أي نقاش حوالين خروجها للاعتراض على حدث محطة مصر. إحنا بقينا قدام إذا موقف يعني إنساني مركب، يعني هي ستوضع في محل لانتهاكها مرات ومرات ومرات. فيعني لا أعرف من نناشد، لكن في الحقيقة أنه هذا الأمر يعني يتجاوز مجرد الاحتجاج السياسي. ده حقيقي. طيب يعني أيضا يطالعنا البرلمان ورغم كل هذا الرفض يطالعنا بأنه أدخل تعديلات على التعديلات. هل هذه التعديلات المدخلة على التعديلات المقترحة ستكون كفيلة ربما بدعني أستعمل أنه بيع مسألة تعديل الدستور للشعب المصري وفرض موضوع قبوله عليهم؟ أنا أعتقد أنه مسألة التعديلات الدستورية هي حتى مش في عرف النظام وفي يقينه ما هيش محل للترويج الاجتماعي.
ده أطروحة طرحت بليل يعني في شكل سري جدا. أنا أتحدى أي حد قبل ائتلاف دعم مصر خد التعديلات للبرلمان وعرضت على البرلمان كان يعرف أي شيء عن محتوى هذه المواد المطروحة للتعديل. والمفروض أنه أي دستور يعني يحظى بقدر ما من الديمقراطية أنه عند تعديله يكون الأمر محل لجدل اجتماعي. ده دستور حظي يعني افتراضا يعني بموافقة المصريين في بنسبة حوالي 98%. فهل استجد جديد يجعل من الضروري تغيير كل هذه المواد وإحنا لم يمر عليه في عمره 5 سنوات؟ بل نفترض أن في ظروف جديدة استجدت، هل ألا يجب العودة لل 98% دول اللي وافقوا والشعب المصري يقول لهم يعني نحن نناقش هذا قبل يعني ما يبقى الأمر أمر واقع؟ في 14 فبراير اللي فات أقر في اللجنة العامة ومطروح اللجنة التشريعية وخلال شهرين يعني سيطرح للموافقات وللاستفتاء. أي التعديلات اللي أنا سمعت عنها يعني يبدو لي يعني إن هي بتعيد توكيد المسألة بأن كل هذه الحزمة من التعديلات المطروحة غرضها وحيد هو المادة 140. والتمديد، مشروع التمديد هو المشروع الوحيد الذي يظلل كل هذا الكلام. وأعتقد بصراحة وبكل التشاؤم أنه من العبث مناقشة أي من هذه التعديلات باعتبارها جدية. يعني هو في 3 مواضع جوه هذه الحكاية بكاملها، المادة 140 والتمديد إلى مواد جديدة، ودي إحنا وصلنا فيها إلى مرحلة هزلية بوضع، وده لأول مرة في اعتقادي في الصياغة الدستورية أن توضع مادة تفصيل على شخص واحد يعني لا تتجاوزه، ويعني ينقص أن يذكر فيها اسمه، أنه سيتاح له أن يعيد أخذ حق في مدتين جديدتين الرئيس السيسي. المادة 226 التي تحظر أي تعديل على هذه المادة 140 وتضع هذا الحظر في مقام الحظر على حظر التعديلات على أي مواد تتعلق بالحريات وبالمساواة، يعني هي إذن هي في الحد الأعلى من الحظر، واللي يعرف فقه دستوري يعرف هذا. لكن كل الالتفاف عليها من أول الدكتور علي عبد العالي اللي هو أستاذ في القانون الدستوري يلتف يعني بمراوغات بهلوانية الحقيقة في لمحاولة تبرير كسر هذا الحظر والقفز على هذه المادة. الحال كذلك أداة تهديد، أداة التهديد، ودي اسمحي لي أشير إليها مهمة. سمت أداة تهديد المادة 200 اللي بتطرح دور جديد سياسي للقوات المسلحة ودسترة لحقيقة طبيعة الحكم الراهن، وهي نوع من العصا اللي بتوضع في الدستور انه هذا ان الجيش سيحتج على اي نوع من التحول السياسي، يعني بيسند ليه مهمه، هي مهمه كل النظام، مهمه كل الحكومه، وافراد المؤسسه العسكريه بها هو جعل المؤسسه العسكريه وصيه على الدوله. الوصيه على الدوله بهذه الطريقه هي لحمايه هذا المشروع بكامله. اشكرك جزيل الشكر استاذ عبد البرماوي الباحث بالمركز العربي للابحاث ودراسه السياسات على انضمامك الينا هذه الليله. كل الشكر لكم مشاهدينا على المتابعه، لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، الى اللقاء.